بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنتكلم على ميراث الزوجة. الزوجة لها حالتين بترث فيهم زيها زي الزوج بالظبط. بترث الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وبترث التمن في حالة وجود الفرع الوارث. يعني لو جوزها عنده أولاد منها أو من غيرها ففي هذه الحالة بترث التمن، ولو ما عندوش أولاد ولا منها ولا من غيرها ففي هذه الحالة بترث الربع. طيب طبعا هذا ينطبق على ان هو لو ليه بنات او اولاد، لان هو المذكور كلمة الفرع الوارث ولم يقيد هذا الفرع الوارث بوجوب ان يكون مذكر او مؤنث، يعني نفس التطبيق اللي احنا شرحناه قبل كده بالنسبة للزوج. وطبعا بنأكد برضو ان الزوجة لا يوجد ابدا من يحجبها، لان علامة الكف اللي قلنا ان هي علامة الحجب من الميراث ما تطلعش منها او لا تتوفر في حقها مثل الزوج في ذلك. انا كنت بس عايز ابين لكم دلوقتي ما هو المقصود بالفرع الوارث. الفرع الوارث يا جماعة عشان نبقى احنا عارفين، الفرع الوارث هنا طبعا احنا بنشوف الميت موجود، ده ابن الميت وده بنت الميت لو عنده ابن او بنت، فالابن هنا بيعتبر فرع وارث والبنت هنا بتعتبر فرع وارث، وابن الابن يعتبر فرع وارث، وابن ابن الابن يعتبر فرع وارث وان نزل. ولو الابن ده عنده بنت ففي هذه الحالة برضو هذه البنت بتعتبر فرع وارث، يبقى بنت ابن الميت تعتبر فرع وارث، وبنت ابن ابن الميت تعتبر فرع وارث، وبنت ابن 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 الميت تعتبر فرع وارث وان نزلت. طب عشان نسهلها لاذهاننا ونفهم الفرع الوارث ده، نعرف اذا كان هو يستحق الميراث وهو فرع وارث ام من ذوي الارحام، نعرفها ازاي؟ دايما مثلا بنعتبر ان الميت ده ذكر مثلا، ونقول ان اسم العيله بتاعته مثلا الغمراوي، وبنبتدي نشوف الفرع الوارث. لازم ان الفرع الوارث هيكون بيحمل نفس اللقب بتاع عائلة الميت، يعني ابنه هيكون اسمه غمراوي، بنت ابنه كذلك، بنت ابن ابنه هتكون بتحمل نفس اللقب، بنته هتكون بتحمل نفس اللقب، لكن ابن بنته لن يحمل لقب العائلة، فهو بذلك لا يكون من الفروع الوارثة، ولكن يكون فقط من ذوي الأرحام. ودول هنتكلم على حالتهم في الآخر خالص إن شاء الله، على الحالات بتاعة ميراث ذوي الأرحام. هستأذنكم نحل برضو مسألتين عشان خاطر إن هو يتضح لنا الحالات بتاعة ميراث الزوجة. قلنا إن هي بترث الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث، وبترث التمن في حالة وجود الفرع الوارث. بنقول هنا توفي رجل عن بنت وأم و زوجة وأخ شقيق، عن قد إيه يا جماعة؟ ترك 24 فدان. طيب البنت طبعا انتوا لسه مش هتدرسوا حالتها دلوقتي، لكن هي هتاخد النص هنا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. والأم لو تفتكروا احنا كنا قايلين ان هي هتاخد السدس ليه؟ لوجود الفرع الوارث. طبعا هنا بنقول فرع وجود الفرع الوارث، بس مش لازم ان هو يكون مذكر او مؤنث. تعالوا اهي حالات الام اهي بتاخد السدس في حالة وجود الفرع الوارث. الزوجة طبعا هنا بيبقى في عندها فرع وارث ولا ما لهاش؟ في فرع وارث اللي هو البنت، ففي هذه الحالة هي بترث الايه؟ التم لوجود الفرع الوارث. وهنا الاخ الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا، ودي احنا قلنا ان هو الباقي تعصيبا معناها ان هو بياخذ كل ما يتبقى من الفرق من التركه من بعد ان ياخذ اصحاب الفروض نصيبا. لانه اقرب عاصب ذكر. أصل المسألة هنا هنحسبها على كام؟ إحنا بنقول إن أصل المسألة أقرب رقم صحيح يقبل القسمة على المقام. المقام هنا 2 و6 و8،
أقرب رقم يقبل الاسم عليهم هو ال 24، وقيمة السهم بتبقى اللي هي قيمة التركة اللي هي 24 فدان على أصل المسألة اللي هي 24 اللي هو بيساوي 1. إذن يكون نصيب البنت هو نص بالأسهم، نصيب البنت بالأسهم هيبقى نص في 24 يساوي 12، ونصيب الأم هيساوي سدس في 24 يساوي 4، ونصيب الزوجة هيكون تم في 24 يساوي 3. يبقى الأخ الشقيق يا جماعة هياخد 24 ناقص 12 ناقص 4 ناقص 3 هيساوي 5. إذن هنا يبقى مجموع، يبقى هنا البنت هتاخد بالأفدنة كام؟ هتاخد 12 فدان، لأن 12 إيه؟ في 1 يساوي 12، وهنا هتاخد 4 أفدنة لأن 4 في 1 يساوي 4، وهنا هتاخد 3 أفدنة لأن 3 في 1، الواحد ده طبعا اللي هو إيه؟ قيمة السهم يساوي 3، وهنا هياخد 5 في 1 يساوي 5. لو جمعنا هنا يا جماعة هنلاقي 12 و 4 16 و 3 19 و 5 24 اللي هم ال 24 فدان، وزعناهم على الورثة مفيش أي مشكلة. ناخد مثال تاني. توفي رجل عن ثلاث زوجات وأم وابن، وترك قد إيه يا أخوانا؟ 48 فدان. الزوجة عشان برضو إن أنتوا تفتكروا أهي من الخريطة، الزوجة هنا في فرع وارث ولا مفيش فرع وارث؟ في فرع وارث، لأن هو إيه موجود ابن، ففي هذه الحالة بتاخد الزوجة إيه؟ التم، والابن طبعا هياخد إيه؟ الباقي تعصيبا. أما الأم فهي بتاخد السدس في حالة وجود الفرع الوارث. تعالوا نسقط الكلام ده في المسألة اللي إحنا بنحلها. يبقى الثلاث زوجات هياخدوا التم لوجود الفرع الوارث، والأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث، والابن هياخد الباقي تعصيبا، أقرب عاصب ذكر. طيب يبقى أصل المسألة هنا برضو هيبقى 24، لأن هي 24 هو أقرب رقم بيقبل الاسم على 8 والستة. جماعة لو حد حاسس ان في مشكلة في معرفة اصل المسألة، هي يعني هتتراوح ما بين ارقام معينة، انت مع الخبرة هتحفظهم ال 12 وال 24 وكذا رقم تاني هتتراوح ما بينهم، وانت هتحفظهم مش هيبقى فيهم اي مشكلة. قيمة السهم بيبقى عدد الافدنة او قيمة التركة يعني على اصل المسألة، يبقى 48 على 24 بيساوي 2، يبقى قيمة السهم بتساوي 2. الثلاث زوجات هنا يا جماعة هياخدوا التمن، هيبقى التمن في أصل المسألة اللي هو 24 هيساوي 3. الأم هنا هتاخد السدس في أصل المسألة اللي هو 24 هتبقى 4. الابن هياخد الباقي تعصيبا اللي هي 24 ناقص 3 ناقص 4 يساوي 17. يبقى لو هنحول الاسهم بتاعت الناس دي لعدد معين من الابدنة هيبقى 3 في 2 يساوي 6 أفدنة،
للزوجات التلاتة، وأربعة أسهم في اتنين يبقى 8 أفدنة للأم، و 17 سهم في 2 يساوي 34 للإب. هنا لو جمعنا مجموع الأفدنة 34 و 8 يبقى 42، و 6 يبقى 48 فدان، يبقى إحنا وزعنا النصيب بالمظبوط، ويكون كل واحدة من الزوجات لها 2 فدان، لأن مجموع الفدادين هنا بالنسبة للثلاث زوجات هم 6 فدادين. ويبقى كده احنا خلصنا الزوجات الميراث بتاع الزوجة، وعرفنا ان هو شبه ميراث الزوج بالظبط، لان هي ما بتتحجبش زيه، وبتحجب حجب نقصان، يعني بيقل نصيبها من الربع للثمن في حالة وجود الفرع الوارث سواء كان مذكر ام مؤنث، زي ما احنا وريناكم كده بالظبط مين هو الفرع الوارث، ان هو بيكون الابن او ابن الابن او ابن ابن الابن وان نزل، وحتى لو كانت عنده بنت نازلة من هذا الابن أو ابن الابن وبنت الميت مباشرة، لكن ابنها في هذه الحالة لا يعتبر من قبيل الفرع الوارث، لأن هو زي ما قلت لكم المعيار إن هو لا يحمل اسم العائلة لو كان الميت طبعا إيه ذكر. أنت بتقيسها لنفسك بهذه الطريقة. شكراً.